اهلا وسهلا بحضراتكم في هذه الساعة المباركة. النهاردة ليلة 27 رمضان، يعني احتمال كبير تكون ليلة القدر، وطبعا نوصفها ربنا بانها خير من الف شهر، ليلة اجرها عظيم جدا، بس لمن يدركها بالدعاء بقى والصلاة والتهجد والذكر. ليلة تعتبر بتحقق فيها احلامك، فتعالوا بينا ندعي ربنا ونتقرب اليه لعلها ساعة اجابة. اللهم إن كانت هذه ليلة القدر فاقسم لنا فيها خير ما قسمت، واختم لنا فيها خير ما ختمت. اللهم اجعل أسماءنا في هذه الليلة المباركة من السعداء. اللهم ما كان فيها من خير معانا يا جماعة. اللهم اجعل أسماءنا في هذه الساعة المباركة من السعداء. اللهم ما كان فيها من ذكر وشكر فتقبله منا وأحسن قبوله، وما كان من تفريط وتقصير وتضييع فتجاوز عنا بسعة رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تصرفنا من هذه الليلة إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور وتجارة لن تبور. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة سعة في الرزق. اللهم إن كانت أرزاقنا في السماء فأنزلها، وإن كانت في الأرض فأخرجها، وإن كانت بعيدة فقربها، وإن كانت قريبة فيسرها يا أكرم الأكرمين. يا جماعة النهاردة ليلة 27، يعني احتمال بشكل كبير جدا تكون ليلة القدر، وطبعا يعني كل الشواهد قدام حضراتكم، يعني أي حد دلوقتي لو خرج وبص من البلكونة وبص للسماء الشواهد كلها واضحة قدام حضراتكم دلوقتي. ندعو ربنا كده، ويعني الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التوقيت المبارك: اللهم إنك عفو كريم عظيم حليم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اجعلنا من عتقائك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم إن كانت هذه الليلة القدر فاقسم لنا فيها خير ما قسمت، واختم لنا فيها خير ما ختمت. اللهم اجعل أسماءنا في هذه الساعة المباركة من السعداء. اللهم ما كان فيها من ذكر وشكر فتقبله منا وأحسن قبوله، وما كان من تفريط وتقصير وتضييع فتجاوز عنا بسعة رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تصرفنا من هذه الليلة إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور وتجارة لن تبور وشفاء لما في الصدور وتوبة خالصة لوجهك الكريم. اللهم اجعلنا جميعا فيها من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا في هذه الليلة ممن نظرت إليه فرحمته وسمعت دعاءه فأجبته. تعالوا يا جماعة نردد مع بعض الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة المباركة: اللهم إنك عفو كريم عظيم حليم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آباءنا وأمهاتنا وزوجاتنا وأحبابنا وأصدقائنا وكل من لهم فضل علينا يا رب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك يا كريم. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا يا رب العالمين وارحم موتانا. اللهم إنا نسألك حسن الصيام وحسن الختام ولا تجعلنا من الخاسرين في رمضان. اللهم اقبلنا في هذه الساعة المباركة وتقبل منا دعواتنا يا رب. اللهم اجعلنا ممن تدركهم الرحمة ثم المغفرة ثم العتق من النار. قولوا أمين يا جماعة. ساعة مباركة لازم كلنا نستغلها أحسن استغلال، يعني رمضان كله كوم والساعات المقبلة دي تكون تاني، يعني الوقت اللي احنا فيه ده وقت مهم جداً، لازم يعني نقوم بقى نتهجد الى الله، نصلي التراويح اللي كان فات التراويح يوم يلحقها دلوقتي، يوم يصلي تهجد، اكيد المسجد اللي جنب بيتك فيه تهجد دلوقتي انزل الحقه. حقيقي يعني وقت مبارك وساعات مهمه جدا لازم نستغلها افضل استغلال دلوقتي.
اللهم إنا نجعلك يا رب، اللهم إنا نجعلك في نحور جنود الاحتلال يا رب، ونعوذ بك اللهم من شرورهم، اللهم عليك بهم، اللهم انصر المستضعفين في فلسطين، وارحم شهداءهم، واشف مصابيهم، ولا ترفع للاحتلال في أرض غزة أو فلسطين راية، واجعلهم من الخاسرين، اللهم احفظ السودان وبلاد، اللهم احفظ السودان وشعبها يا رب، وارحمهم برحمتك الواسعة، يا من لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء، افتح أبواب رحمتك وبركاتك على أهل السودان يا رب، اللهم احفظهم يا رب، واحميهم من كل مكروه وسوء، وصدد خضاهم لما فيه الخير والرخاء، اللهم احفظ سوريا واليمن ولبنان، وبارك في وطننا العربي، واحفظه بحفظك يا كريم، اللهم احفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء، واجعلها منصورة دائمة يا رب العالمين، وارفع رايتها بالنصر والتأييد، ووفقها لما تحب وترضى يا رب يا كريم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، سرها وعلانيتها، أولها وآخرها، ما علمنا منها وما لم نعلم، اللهم إنا نسألك حسن الصيام وحسن الختام، ولا تجعلنا من الخاسرين في رمضان، قولوا أمين يا جماعة، اللهم اجعلنا ممن تدركهم الرحمة، ثم المغفرة، ثم العتق من النار، اللهم اسعدنا براحة البال، وجملنا بالستر، ومتعنا بالصحة، وارزقنا رضاك والجنة، اللهم سخر لنا الأرض ومن عليها، والسماء ومن فيها، وسخر يا رب لنا عبادك الصالحين، وكل من وليته أمورنا، وارزقنا من حظوظ الدنيا أجملها، اللهم لا تجعل رمضان ينقضي إلا وقد أصلحت نفوسنا، وغفرت سيئاتنا، وحققت أمنياتنا، وجبرت خواطرنا يا رب، اللهم اكبر خواطرنا يا رب، اللهم بلغنا ليلة القدر، ولا تحرمنا نورها وبركتها وأجرها، واجعلنا فيها من عتقائك يا كريم، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار، واجعلنا فيها ممن تتغير أحوالهم للأفضل يا رب، ولا تحجب دعاءنا بذنوبنا يا رب، اللهم افتح لنا في هذه الليلة باب كل خير فتحته لأحد من خلقك، اللهم لا تسد عنا يا رب باب الرزق، وارزقنا رزقا تغيثنا به من رزقك الطيب الحلال يا رب، اللهم ما قسمت في هذه الليلة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة في الرزق، فاجعل لنا منه نصيبا، اللهم ما كان فيها من ذكر وشكر فتقبله منا واحسن قبوله يا رب، وما كان من تفريط وتقصير وتضييع فتجاوز عنا بسعة رحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم لا تصرفنا من هذه الليلة إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور وتجارة لن تبور وشفاء لما في الصدور وتوبة خالصة لوجهك الكريم، اللهم اجعلنا في هذه الليلة المباركة ممن نظرت إليه فرحمته وسمعت دعاءه فأجبته، اللهم إنا نسألك في ليلة القدر أسرارها ونورها وبركتها، وأن تتقبل يا رب العالمين دعواتنا، وأن تقضي حاجتنا يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة يا معين بقوتك يا رب، يا رب أن تغفر لنا الذنوب، اللهم يا رب العالمين اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، يا نعم المولى ونعم النصير، اللهم غفرانك يا رب، اللهم غفرانك يا رب، وإليك المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، جل وجهك وعز جاهك، يفعل الله ما يشاء بقدرته، ويحكم ما يريد بعزته، يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، اعتق رقابنا من النار، يا رب اعتق رقابنا ورقاب آباءنا وأمهاتنا من النار، اللهم اجعل لنا في هذه الليلة دعوة لا ترد، وافتح لنا بابا في الجنة لا يسد، واحشرنا في زمرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يا رب يا رب اغفر لنا يا رب، اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة أن تغفر لنا ذنوبنا وارحمنا واعف عنا، اللهم تقبل منا دعاءنا يا رب، اللهم إنا نسألك يا رب من الخير كله،
ونعوذ بك يا رب من ما استعاذ به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب إنا نسألك الجنة ونعيمها وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك يا رب من النار وعذابها وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك يا رب رزقا حلالا يا رب العالمين. اللهم قر أعيننا يا رب بالجنة. اللهم إنا نسألك يا رب رزقا حلالا وبارك لنا فيه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا رب أن تجعلنا من عتقائك من النار وادخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم إنا نسألك يا رب البركة في أعمارنا وأعمار من نحب، واحفظنا يا رب العالمين، ووفقنا لما فيه الخير في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك أن تنير قلوبنا بنور الإيمان، وأن تبعد عنا ظلمة الكفر والضلال. يا رب نسألك من فضلك ورحمتك وعطائك ما لا ينقطع ولا ينفد. يا رب نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك أن تصلح لنا شأننا كله. اللهم بارك لنا في أعمارنا، يا رب احفظنا من كل سوء، ووفقنا لما فيه الخير في الدنيا والآخرة. يا رب يا رازق السائلين، ويا ذا القوة المدين، ويا خير الناصرين، ويا ولي المؤمنين، ويا غياث المستغيثين. اللهم إنا نسألك رزقا واسعا طيبا مباركا فيه. اللهم انصر أهل غزة يا رب، اللهم انصرهم نصرا عزيزا يا رب، اللهم امددهم بمدد من عندك يا رب. اللهم لا ترفع لليهود راية في أرض غزة ولا في أرض فلسطين يا رب. اللهم اخرجهم منها خزايا مهزومين. اللهم إنا نسألك يا رب الرزق من حيث لا نحتسب، وفرق قربتنا وقت حاجتنا يا رب. اللهم يا رازق السماوات والأرض ارزقنا رزقا حلالا طيبا. اللهم وسع أرزاقنا، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم لا تشمت أعداءنا بداءنا. ساعة مباركة يا جماعة، لازم كلنا نستغلها بالدعاء والتقرب إلى الله، التهجد، الصلاة. أي حد يقدر يعمل أي حاجة في هذا الوقت المبارك يعملها دلوقتي. اللهم إنا نسألك من الخير عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر عاجله وآجله. اللهم إنا نسألك يا رب من الخير. اللهم في ليلة القدر المباركة نسألك يا رب أن تهدي لنا أولادنا، وأن توفقهم لطاعتك، وتقر أعيننا بصلاحهم وهدايتهم والتزامهم بصراطك المستقيم. اللهم إنا نستودعك أولادنا في ليلة القدر، فاحفظهم يا رب بحفظك يا خير حافظ وأرحم الراحمين. يا رب بارك لنا في أولادنا، وافتح لهم أبواب الخير والرزق والسعادة، واحفظهم من كل مكروه وسوء. اللهم يسر يا رب أمور أبنائنا، وحقق أحلامهم، واجمعنا بهم في جنات الفردوس الأعلى مع من نحب يا رب. اجعلهم من الذين يحبونك ويحبهم الناس. اللهم ارزق أولادي وأولادكم السعادة والتوفيق في الدنيا والآخرة. يا رب إنك ولي نعمتهم، فاكفهم شر الحياة ونجحهم يا رب في دراستهم، ووفقهم لما فيه الخير لهم ولبلادهم يا رب العالمين. يا جماعة ساعة مباركة لازم كلنا نستغلها خير استغلال. السماء طبعا حضراتكم أكيد شايفينها دلوقتي عاملة إزاي. شوفوا شوف الصفاء والنقاء، نسائم ليلة القدر واضحة قوي. يعني أكيد أي حد وقف في البلكونته في شباكه شم الريحة، أكيد الجو كله بيوضح إن دي وقت مهم جدا. لازم كلنا يا جماعة نستغله، سواء بقى بالدعاء، سواء بالتعبد، سواء بالتهجد دلوقتي. يا جماعة وقت مهم، لعلها ساعة إجابة. اللهم إن كانت هذه ليلة القدر فاقسم لنا فيها خير ما قسمت، واختم لنا فيها خير ما ختمت. اللهم اجعل أسماءنا في هذه الساعة المباركة من السعداء. اللهم ما كان فيها من ذكر وشكر فتقبله منا واحسن قبوله، وما كان من تفريط وتقصير وتضييع فتجاوز عنا بسعة رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تصرفنا من هذه الليلة إلا بذنب مغفور،
وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور وتجارة لن تبور وشفاء لما في الصدور وتوبة خالصة لوجهك الكريم. اللهم اجعلنا جميعا فيها من عتقائك. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأخواتنا وأزواجنا من النار. اللهم اجعلنا في هذه الليلة ممن نظرت إليه فرحمته وسمعت دعاءه فأجبته. اللهم إنك عفو كريم عظيم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعف عنا يا رب. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وكل من له فضل علينا يا رب. اللهم اعتق رقابنا جميعا من النار. اللهم اجعلنا في هذه الليلة ممن نظرت إليه فرحمته وسمعت دعاءه فأجبته. اللهم إنك عفو كريم عظيم حليم تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا رب إنا كنا من الظالمين فاعف عنا يا رب. اللهم في هذه الساعة المباركة اعف عنا يا رب، اغفر لنا يا رب. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اشف مرضانا ومنهم أبي وأمي يا رب، اشفيهم يا رب واشف آبائكم وأمهاتكم يا رب، وعافي يا رب مبتلانا وارحم موتانا. اللهم إنا نسألك حسن الصيام وحسن القتام ولا تجعلنا من الخاسرين في رمضان. اللهم اقبلنا في هذه الساعة المباركة وتقبل منا دعواتنا. اللهم اجعلنا ممن تدركهم الرحمة ثم المغفرة ثم العتق من النار. اللهم اقتبنا ممن يشهدون ليلة القدر. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم إنا نجعلك في هذه الساعة المباركة، اللهم إنا نجعلك في نحور جنود الاحتلال ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم عليك بهم. اللهم انزل عليهم سخطك يا رب. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم انصر المستضعفين في فلسطين وارحم شهداءهم واشف مصابيهم ولا ترفع للاحتلال في أرض غزة أو فلسطين راية واجعلهم من الخاسرين. اللهم اخرجهم من أرض فلسطين خزايا ومهزومين. اللهم احفظ أهل السودان. اللهم ردهم إلى بلادهم يا رب العالمين سالمين غالمين. اللهم اجمعهم على كلمة سواء. اللهم احفظ أرض سوريا. اللهم احفظ سوريا وأهلها وشعبها. اللهم احفظ لبنان واليمن يا رب العالمين. اللهم احفظ بلاد العرب جميعا يا رب. اللهم احفظ مصر وأهلها وشعبها يا رب. اللهم احفظ مصر واجعلها دائما منصورة. اللهم ارفع رايتها بالنصر والتأييد ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها سرها وعالنيتها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حسن الصيام وحسن الختام ولا تجعلنا من الخاسرين في رمضان. اللهم اجعلنا ممن تدركهم الرحمة ثم المغفرة ثم العتق من النار يا رب. يا رب اعتق رقابنا من النار يا رب. اللهم اسعدنا براحة البال وجملنا بالستر ومتعنا بالصحة وارزقنا رضاك والجنة. اللهم سخر لنا الأرض ومن عليها والسماء وما فيها، وسخر لنا يا رب عبادك الصالحين وكل من وليته أمورنا وارزقنا من حظوظ الدنيا أجملها. اللهم اجعلنا يا رب اللهم لا تجعل رمضان ينقضي إلا وقد أصلحت نفوسنا وغفرت سيئاتنا وحققت أمانينا وجبرت خواطرنا يا رب. اللهم اكبر خواطرنا يا رب. اللهم اكبر خواطرنا يا رب. اللهم سعة الرزق يا رب العالمين. اللهم إن كانت أرزاقنا في السماء فأنزلها، وإن كانت في الأرض فأخرجها، وإن كانت بعيدة فقربها، وإن كانت قريبة فيسرها، وإن كانت قليلة فأكثرها يا رب. اللهم بلغنا ليلة القدر ولا تحرمنا نورها وبركتها وأجرها، واجعلنا فيها من عتقائك من النار، واجعلنا فيها ممن تغيرت أحوالهم يا رب وأقدرهم للأفضل.
ولا تحجب دعاءنا بذنوبنا يا رب. اللهم لا تحجب دعاءنا بذنوبنا يا رب. اللهم افتح لنا في هذه الليلة باب كل خير فتحته لأحد من خلقك وأوليائك وأهل طاعتك ولا تسده عنا، وارزقنا رزقا تغويثنا بها من رزقك الطيب الحلال. اللهم ما قسمت في هذه الليلة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة في الرزق، فاجعل لنا منه نصيبا، وما أنزلت فيه من سوء وبلاء وشر وفتنة فاصرفه عنا أجمعين يا رب. اللهم ما كان فيها من ذكر وشكر فتقبله منا وأحسن قبوله يا رب، وما كان من تفريط وتقصير وتضييع فتجاوز عنا بسعة رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تصرفنا من هذه الليلة إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور وتجارة لن تبور وشفاء لما في الصدور وتوبة خالصة لوجهك الكريم. اللهم اجعلنا في هذه الليلة المباركة ممن نظرت إليه فرحمته وسمعت دعاءه فأجبته. اللهم إنا نسألك في ليلة القدر يا رب أسرارها ونورها وبركتها. اللهم تقبل دعواتنا يا رب. اللهم اقض حاجتنا يا أرحم الراحمين. قولوا أمين يا جماعة، قولوا أمين. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة يا قوي يا عزيز يا معين بقوتك وعزتك يا عزيز يا متين، أن تكون لنا عونا معينا في جميع أقوالنا وأحوالنا وأفعالنا وجميع ما نحن فيه من فعل يا رب العالمين. اللهم اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، يا نعم المولى ونعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك. يفعل الله ما يشاء بقدرته ويحكم ما يريد بعزته، يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل لنا في هذا اليوم وهذه الساعة دعوة لا ترد، وافتح لنا بابا في الجنة لا يسد، واجعلنا واحشرنا يا رب في زمرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب إنا نسألك في هذه الليلة المباركة أن تغفر ذنوبنا يا رب، وارحمنا واعف عنا واغفر لنا. اللهم تقبل دعاءنا. اللهم إنا نسألك يا رب من خير ما سألك منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب إنا نسألك الجنة ونعيمها وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك يا رب من النار وعذابها وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك يا رب أن ترزقنا في ليلة القدر ما تقر به أعيننا وتسعد بها أنفسنا وتطمئن بها أرواحنا يا رب. يا رب نسألك أن تجعل لنا في هذه الليلة خير وبركة، وأن تمنن علينا يا رب برحمتك وكرمك. قولوا أمين يا جماعة. كل الشواهد بتؤكد أن النهاردة ليلة القدر، السماء صافية بجد والله، روايح شهر رمضان، روايح ليلة القدر واضحة قوي. اللهم إنا نسألك يا رب أن تجعلنا من عتقائك من النار، وادخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. يا رب نسألك أن تبارك لنا في أعمارنا وأعمار من نحب. اللهم بارك لي يا رب في عمر أمي وأبي يا رب، الله وإخوتي يا رب، وزوجتي وأبنائي يا رب، وأبنائكم وأمهاتكم وأبائكم يا رب. اللهم بارك يا رب في كل من نحب في أعمارهم يا رب، وأن تحفظهم يا رب من كل سوء، ووفقنا يا رب لما فيه خير الدنيا والآخرة.
اللهم إنا نسألك أن تنير قلوبنا بنور الإيمان وأن تبعد عنا ظلمة الكفر والضلال يا رب. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك وعطائك ما لا ينقطع ولا ينفد. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك أن تصلح لنا شأننا كله وأن تبارك لنا في أعمارنا. يا رب احفظنا من كل سوء ووفقنا لما فيه خير الدنيا والآخرة. يا رب يا رب يا رازق السائلين ويا ذا القوة المتين ويا خير الناصرين ويا ولي المؤمنين ويا غياث المستغيثين. اللهم غث أهل غزة يا رب، اللهم امددهم بمدد من عندك يا رب، اللهم اشف مصابيهم، اللهم لا ترفع للاحتلال راية في أرض فلسطين يا رب. اللهم إنا نسألك يا رب أن تخرجهم منها خزايا مهزومين يا رب العالمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم ارزقنا من حيث لا نحتسب، اللهم فرج كرباتهم يا رب واقض حاجتهم يا رب. اللهم يسر أمرنا وارزقنا يا رازق السماوات والأرض، ارزقنا رزقا حلالا طيبا. اللهم وسع لنا في ليلة القدر أرزاقنا يا رب. اللهم اقفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم إنا نسألك في ليلة القدر المباركة أن تهدي لنا أولادنا وأن توفقهم لطاعتك وتقر أعيننا بصلاحهم وهدايتهم والتزامهم بصراطك المستقيم. اللهم إنا نسألك يا رب في ليلة القدر، اللهم إنا نستودعك أولادنا فاحفظهم يا رب بحفظك المتين يا خير حافظا وأرحم الراحمين. يا رب بارك لنا في أولادنا وافتح لهم أبواب الخير والرزق والسعادة واحفظهم من كل مكروه وسوء. اللهم يسر أمور أبناءنا يا رب، وحقق أحلامهم واجمعنا بهم في جنة الفردوس الأعلى مع من نحب يا رب. يا رب اجعلهم من الذين يحبونك ويحبهم الناس. اللهم ارزق أولادي وأولادكم السعادة والتوفيق في الدنيا والآخرة يا رب، إنك ولي نعمتهم فاكفهم شر الحياة ونجحهم في دراستهم ووفقهم لما فيه الخير لهم ولبلادهم يا أكرم الأكرمين. قولوا أمين يا جماعة. ساعات عظام لازم إن احنا نستغلها أفضل استغلال. يا جماعة اللي كان مقصر النهاردة في صلاة التراويح، يعني ما عندكش حجة، قوم دلوقتي وصلي صلاة تهجد. أكيد المسجد اللي جنبك دلوقتي بيصلي صلاة تهجد، قوم انتهز الفرصة دي، والله ساعات غاليات وصفها الله سبحانه وتعالى بأنها خير من 1000 شهر. حضراتكم أكيد متخيلين 1000 شهر يعني 83 سنة. تخيل كده لو أنت مثلا دلوقتي قمت صليت، يا عم أقل حاجة اقرأ كل هو الله أحد 3 مرات، يعني كما هو مقصور بيقولك إن ديت بتساوي القرآن الكريم كله، قولها 3 مرات دلوقتي. وطبعا الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إنك عفو كريم عظيم حليم تحب العفو فاعف عنا. رددوه كتير يا جماعة دلوقتي، رددوه لعلها تبقى ساعة إجابة. ربنا يغفر لك يعني كل ذنوبك وكل زلاتك. تعالوا كده برضو نعيد تاني وندعي ونبتهل إلى الله لعلها تكون ساعة إجابة، وحد مننا يبقى مستجاب الدعوة، ربنا يتقبل دعائنا جميعا والدنيا تتحسن لينا كلنا. اللهم إن كانت هذه ليلة القدر فاقسم لنا فيها خير ما قسمت، واختم لنا فيها خير ما ختمت. اللهم اجعل أسماءنا في هذه الساعة المباركة من السعداء. اللهم ما كان فيها من ذكر وشكر فتقبله منا وأحسن قبوله، وما كان من تفريط وتقصير وتضييع فتجاوز عنا بسعة رحمتك يا أرحم الراحمين. قولوا أمين يا جماعة. اللهم انصر إخواتنا في فلسطين طبعا،
اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أنا طبعا شايف دعوات حضراتكم والله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللي عايز برضو ندعي له في اللايف ده يبعت لنا الأدعية بتاعته، احنا ندعي له واحنا دلوقتي مع بعض دلوقتي. يعني احد المعلقين يعني بيقول يعني يا رب ارزقني بالذريه الصالحه، يا رب اللهم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والاكرام ارزقني يا رب بالذريه الصالحه يا رب. اللهم انا نسالك يا رب العالمين ان ترزقه بالذريه الصالحه يا رب. انا معاكم دلوقتي في اللايف يا جماعه، اللي عايزنا ندعي له باي حاجه انا معاكم اهو. حضراتكم اكيد شايفين السماء عامله ازاي، بصوا الصفاء بتاعها والله. يعني الـ كل الدلائل تؤكد ان النهارده ليله القدر، كل الدلائل بما لا يدعي مجالا للشك. بصوا حضراتكم السماء عامله ازاي، بصوا حضراتكم شوف كده السماء عاملة ازاي دلوقتي. يا رب ارزق كل مشتاق يا رب الذرية الصالحة يا رب، اللهم ارزقهم يا رب الذرية الصالحة يا رب. اللهم اجعل اسماءنا في هذه الساعة المباركة من السعداء، اللهم ما كان فيها من ذكر وشكر فتقبله منا واحسن قبوله، وما كان من تفريط وتقصير وتضييع فتجاوز عنا بسعة رحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب فك كرب الجميع يا رب، اللهم يسر أموركم جميعا يا رب. اللهم لا تصرفنا من هذه الليلة إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور وتجارة لن تبور وشفاء لما في الصدور وتوبة خالصة لوجهك الكريم. اللهم اجعلنا جميعا في هذه الليلة وهذه الساعة من عتقائك من جهنم يا رب. اللهم اعتقنا يا رب من النار. اللهم اجعلنا في هذه الليلة ممن نظرت إليه فرحمته وسمعت دعاءه فأجبته. اللهم إنك عفو كريم عظيم حليم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وزوجاتنا وأحبابنا وأبناءنا وأصدقائنا وزملائنا وكل من لهم فضل علينا من النار يا رب. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا. اللهم إنا نسألك حسن الصيام وحسن الختام ولا تجعلنا من الخاسرين في رمضان. اللهم اقبلنا في هذه الساعة المباركة، اللهم تقبل منا دعواتنا يا رب. اللهم اجعلنا ممن تدركهم الرحمة ثم المغفرة ثم العتق من النار. اللهم اقتبنا ممن يشهدون ليلة القدر ويدركون ثوابها قولوا أمين. اللهم إنا نجعلك يا رب في نحور جنود الاحتلال ونعوذ بك من شرورهم، اللهم عليك بهم. اللهم انصر المستضعفين في فلسطين، اللهم امددهم بجند من عندك، اللهم امددهم بمدد من عندك. اللهم ارحم شهداءهم واشف مصابيهم ولا ترفع للاحتلال في أرض فلسطين ولا أرض غزة راية واجعلهم من الخاسرين. اللهم اخرجهم منها خزايا ومهزومين قولوا أمين. اللهم احفظ أهل السودان وارحمهم برحمتك الواسعة يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. افتح أبواب رحمتك وبركاتك على الشعب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم ارزقنا جميعا يا رب حج بيتك الحرام يا رب،
اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام والمسجد النبوي الشريف، آمين يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم عظيم تحب العفو فاعف عنا. اللهم احسن خاتمتنا يا رب العالمين. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم عظيم حليم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اشف كل مريض يا رب العالمين. اللهم اشف كل مريض يا رب العالمين. اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام والمسجد النبوي الكريم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب وتب علينا يا مولانا لنتوب. اللهم بارك لنا في أولادنا واهديهم يا رب العالمين واحفظهم يا رب وأولاد المسلمين جميعا يا رب. اللهم بارك يا رب في أبائنا وأمهاتنا يا رب العالمين. اللهم آمين. اللهم ارزقنا الخير والبركة يا رب وارزق كل محتاج يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الستر والصحة والعافية. اللهم انصر أهل غزة ونجهم من كل شر ومكروه. اللهم آمين. اللهم آمين يا رب. اللهم آمين. وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. طبعا يا جماعة دلوقتي ساعة مباركة لازم نستغلها خير استغلال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معاكم محمود رضا الزملي من تلفزيون اليوم السابع.